في نهاية رسالته سماحة الشيخ لعله لم يعد عنكم قول الرجل الأعمال بالنيات وليس بالعمل، وهذا يردده كثير من الناس. هذا من أقبح الخطأ. قول الأعمال بالنيات وليس بالعمل هذا غلط. نعم الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من العمل أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا بد من الأعمال ولكنها تبنى على النية، فالأعمال لا بد لها من نية، ولكن ليس معنى أن النية تكفي فضاء الأعمال فترك الأعمال، النية واحدة لا تكفي، لا بد من عمل. فالواجب على كل مسلم أن يعمل بطاعة الله وأن يدع معاصي الله، ولو نوى ولم يعمل بشرع الله صار كافرا نسأل الله العافية. لا بد من العمل. الله جل وعلا يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فلما سئل اي العمل افضل قال ايمان بالله وجهاد في السبيل. فالايمان عمل، لا بد من ايمان. ومن لم يؤمن بالله واليوم الاخر فهو كافر، ومن لم يؤمن بان الصلاه واجب فهو كافر، ومن لم يؤمن بان الصيام رمضان واجب فهو كافر. لا بد من ايمان. وهكذا من لم يؤمن بأنه حرم الزنا، حرم الخمر، حرم العقوق، حرم الفواحش، من لم يؤمن بهذا هو كافر. فلا بد من إيمان، ولا بد من عمل، ولا بد من نية. وهكذا يقول بعضهم الإيمان في القلب. إذا قيل له صلي أو وفر لحيتك أو اترك ما حرم الله عليك، الإيمان في القلب. هذه كلمة حق أريد بها باطل. نعم أصل الإيمان في القلب، ولكنه يكون في الجوارح أيضا، في قوله والعمل. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية، يعني قول وعمل واعتقاد. فلا بد من القول، لا بد من العمل، ولا بد من العقيدة، فلا بد من الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن يعتقد أنه الله واحد لا شريك له، وأنه ربه سبحانه، وأنه خلاق ورزاق، وأنه جل وعلا الموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه يستحق العبادة. ولا بد من عمل لإخلاص العبادة لله وحده، وترك العبادة سواه، والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والنطق بما أوجب الله من القراءة في الصلاة وما أوجب الله فيها. كما أنه لا بد من عمل أداء الصلاة، أداء الزكاة، صيام رمضان، حج البيت، يعني المعروف من المنكر، الجهاد الى غير هذا. ولهذا اجمع اهل السنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان الايمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. فالواجب على هذا الرجل ان ينتبه، وان يستغفر الله من ذنبه ويتوب اليه، وأن يبادر إلى الصلاة ويصليها مع المسلمين في أوقاتها، وأن يبتعد عما حضر الله عليه من الحمد وغيرها، لعله ينجو ولعله يفوز بالسلامة وحسن الخاتمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.